أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لآلئ ثمينة. كنا الحقيقة ابتدينا موضوع الهوية، هوية الإنسان. من هو الإنسان؟ من أنت؟ ابن من أنت؟ أين أنت؟ إلى أين أنت ذاهب؟ شفنا أن الرب كان عنده خطة عظيمة في خلق الإنسان. خلق الله الإنسان على صورته، على شبهه، عشان يكون علاقة حقيقية مع الإنسان، ويكون الإنسان متسلط على كرة الأرض وكوكب الأرض، أخضعه الله للإنسان. والرب إدى الإنسان هوية عظيمة جداً، هوية مجيدة جداً، هوية يكون فيها الإنسان بيشترك مع الله في إثمار وبركة الأرض. وربنا وكل الإنسان على الأرض وسلطه على جميع أعمال إيديه. لكن النهاردة هنحب نكمل عن الهوية بعد السقوط. هل مجرد آدم لما أكل من الشجرة مجرد كانت غلطة أو خطية عابرة ما كلفتوش حاجة؟ احنا عارفين الرب قال لآدم كده: يوم أن تأكل من الشجرة دي، شجرة معرفة الخير والشر، موتا تموت. يمكن آدم ما ماتش موت طبيعي، آدم فضل عايش واتجوز حواء وخلف قايين وهابيل وبعد كده خلف شيث، لكن آدم مات موت روحي. إزاي السقوط أثر على هوية الإنسان؟ إزاي الإنسان فقد معنى حياته وأصل دعوة الله ليه؟ وإزاي إنه كان إنسان مكرم جدا، لكن بعد السقوط فقد آدم وحواء الهوية المجيدة اللي ربنا خلقهم عليها؟ ده موضوع حلقتنا النهاردة. بصلي إنك أنت تفتح قلبك وتفتح عينيك وتستقبل كلمات الروح القدس لحياتك النهاردة. تقول يا رب كلمني عشان أرجع أعيش معاك الخطة الأصلية. النهاردة هنتكلم عن تأثير السقوط على هوية الإنسان. يمكن نشوف نماذج من الكتاب المقدس إيه اللي حصل للإنسان بعد السقوط. أول واحد طبعا هو آدم. الكتاب يقول في إصحاح 3 من سفر التكوين وعدد 8، بيقول: وسمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار. كان دايما الرب بيمشي مع آدم وحواء كل يوم في الجنة، كان في شركة، علاقة حميمة، شركة متواصلة. لكن في اليوم ده بعد ما آدم أكل من شجرة معرفة الخير والشر هو وحواء، وانفتحت عينيهم وعرفوا إنهم عريانين، الكتاب يقول: فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. ياه، ده أنا يا رب كنت بستنى كل يوم أتقابل معاك، نقعد نتكلم، تعبر لي عن محبتك وأقول لك قد إيه أنا متشكر، عملت إيه النهاردة في الجنة، سميت الحيوانات إيه، كان في كده لهفة وشوق وعلاقة دايما متواصلة معاك. لكن الخطية لما بتخش بتفصل بينك وبين الرب. الكتاب بيقول كده: خطاياكم صارت فاصلا بينكم وبين إلهكم. كتاب يقول: فنادى الرب الإله آدم وقال له: أين أنت؟ ده أول إنسان ربنا سأله، قال له: أنت فين؟ وربنا النهاردة جاي يسألك نفس السؤال، بيقول لك: أنت فين؟ أين أنت؟ هل بتستخبى من ربنا؟ هل بتتحاشى تكون في محضر ربنا؟ هل بتقول أنا ماليش خلاص، يعني نفسي تسدد، ما بقاليش ليا نفس أروح اجتماعات ولا أروح كنيسة ولا أسمع حاجة عن ربنا، لأني مرة بعد مرة بعد مرة خلاص قلبي تأسى وبقيت بحاول أتحاشى وصوت ربنا ليا؟ ربنا النهاردة جاي يقولك: أين أنت؟ وآدم يقول له: سمعت صوتك في الجنة فخشيت، لأني عريان فاختبأت. العري والخزي والعار كانت أول نتيجة للسقوط. دخل الخوف
لحياة آدم وحواء. عمرهم ما كانوا بيختبروا يعني إيه يخافوا. يخافوا من إيه؟ إيه اللي ممكن يخوفهم؟ الحيوانات، الطبيعة، كل حاجة كانت خاضعة ليهم، كانوا هم أسياد هذه الخليقة كلها، لأن ربنا وكلهم على الأرض وسلطهم على سمك البحر وطيور السماء والدبابات والحيوانات، وكل خليقة الله كانت مخضعة تحت رجلين الإنسان. لكن بسبب الخطية والتعدي إيه اللي حصل؟ الخوف دخل، والعري والخزي دخلوا. دي كلها مشاعر نتيجة السقوط. يمكن لو مشينا شوية في الكتاب نروح لقايين. قايين قدم ذبيحة لله، وأخوه هابيل قدم من أبقار غنمه. كتير بسمع تعليم إن إحنا ناس كتير كل واحد فسر قال ليه ربنا قبل ذبيحة هابيل وما قبلش ذبيحة قايين، إن هي كانت ذبيحة دموية ودي ثمر الأرض ودي. لكن ربنا لفت نظري لحاجة تانية كمان، إنه لما الكتاب يقول في إصحاح 4 من سفر التكوين وعدد 3 يقول: وحدث بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب، وقدم هابيل أيضا من أبقار غنمه ومن سمانها. فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر. حتى لفتت نظري قوي، قايين قدم حاجة من أثمار الأرض، لكن هابيل قدم من أبقار غنمه ومن سمانها. البكورة هي أحسن حاجة في الحاجة اللي عندي. الأبقار الغنم وسمانها أفضل حاجة هابيل قدمها للرب. عشان كده ربنا بص لذبيحة هابيل مش حاجة من ضمن. هل إحنا لما بنقدم لربنا في حياتنا بنقدم له أفضل ما عندنا، من البكورة، من الأوائل، من أحسن حاجة وأكتر حاجة ليها قيمة عندنا، ولا بنقدم له حاجة من ضمن وبنستعجب بعد كده: يا رب أنت ليه مش بتبص على اللي أنا بقدمه؟ وليه مش بتكرمني على اللي أنا بعمله؟ وليه مش بتجازيني بنعمة وبوفرة زي ما بتوعد؟ لأن بنستهين بعطيتنا لله، وبنتعامل مع الله بقلة احترام. ساعات كتير ما بنقولهاش ببقنا، لكن ساعات كتير بنعملها بأفعالنا. عندك 24 ساعة في اليوم، إمتى الوقت اللي بتدي للرب؟ بتدي للرب وقتك بعد ما تكون تعبان ومنهك ونعسان وتقول له أديني بدي لك وقت وخلاص، ولا تقول له: رب أحلى وقت أنا صاحي فيه، وأحلى وقت أنا فريش فيه كده، وممكن أقعد معاك قاعدة وأنا مركز ومصحصح وفايق، لأن رب ده أحلى وقت في اليوم بتاعي. مش مهم يكون إمتى، مش مهم يكون الصبح أو الظهر أو بالليل، بس الوقت اللي أنت عارف إنه أحسن وقت بالنسبة لك تستثمره مع الرب. فلوسك، الفلوس اللي أنت بتعملها، المرتب اللي أنت بتاخده، ممكن تكون بتدي العشور من ربنا لربنا، لكن بتديله أول ما بتقبض، ولا بتستنى لما تأدي كل المصاريف اللي عليك وبعد كده لو فضل حاجة تديها لربنا؟ يا جماعة، البكورة والأفضل والأحسن حاجة دي الرب مستنيها، لأنه هو لما حبك ما ادالكش الفتات. كتاب يقول: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. الابن الوحيد اللي في حضن الآب هو ده اللي رب ضحى بيه، وهو ده اللي رب أعطاه عشان بيحبك وبيحبك وبيحبني. نفسي النهاردة تكون كل حاجة في حياتنا ترجعنا لأساس علاقة حقيقية، علاقة مبنية على شخصية الله والهوية اللي هو جه علشان يرجعها لنا، وعشان الحياة معاه تكون مثمرة. لما قايين قتل أخوه، لأن قايين قام على هابيل أخوه وقتله، وفي الأعداد بعد كده الرب يقول له: أين أخوك؟
أين هابيل أخوك؟ فقايين يرد على الرب يقول له أحارس أنا لأخي؟ وبعد كده قايين يقول للرب حاجة عجيبة قوي، بيقول له ذنبي أعظم من أن يحتمل، إنك قد طردتني اليوم عن وجه الأرض ومن وجهك أختفي وأكون تائها وهاربا في الأرض، فيكون أن كل من وجدني يقتلني. الشعور بالرفض، الشعور بالتيهان، الشعور إن أنا مستهدف من إبليس، الشعور إن أنا ماليش سند وشخص أتكل عليه. قايين بقى لوحده، بعد عن حضن ربنا، بعد عن الشركة بتاعت ربنا، بقى هارب من وجه إلهه. داود يقول له كده، أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، إن فرشت في الهوية فها أنت، إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر فهناك أيضا، تمسكني يدك وتهديني يمينك. ما تهربش من ربنا. لو كنت هربان ولو كنت بتتحاشى وحاسس أن أنت خطيتك عظيمة زي قايين لما قال ذنبي أعظم من أن يحتمل، النهاردة رب بيقولك أنا فديتك، أنا مت علشانك، أنا قدمت الذبيحة اللي أنت معرفتش تقدمها. كل ذبايح الحيوانية اللي كان بترمز لرب يسوع في العهد القديم، جه الرب يسوع وتقال عنه كده، هو ده، يوحنا قال كده، هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. النهاردة رب بيقولك أنا رفعت خطيتك، أنا رفعت دينونة عنك، أنا رفعت عقاب خطيتك وتعديك، تعالالي. ما تهربش زي قايين وتقول ذنبي أعظم من أن يحتمل، لأن الرب فاتح باب للتوبة. يمكن افتكرت بطرس ويهوذا الإسخريوطي. بطرس أنكر المسيح ويهوذا الإسخريوطي باعه ب30 من فضة. ما تفتكرش أن الخيانة أقل من البيع، الاتنين نفس الحاجة. لكن بطرس عرف أن قيمته عند الرب غالية، وأنه مش علاقته مع الرب متوقفة على أمانة بطرس، لكن على أمانة الرب يسوع نفسه. يهوذا افتكر أن الإمكانية عنده هو، عشان كده لما ندم ما تبش، ندم وراح شلق نفسه. لكن تعالى النهاردة، حتى لو عندك شعور بالرفض، حتى لو عندك شعور انك تايه عن وجه ربنا، انك مش عايز تواجهه، مش عايز تقف تكلمه، مش عايز تواجه نفسك قدام ربنا في علاقة حقيقية معاه، تعالى رب قول له رب انا بتوب، انا برجع. كلنا بنغلط، كلنا بنعمل خطايا، كلنا في الموازين الى فوق. لكن أحلى حاجة الرب حبها في قلب داود إنه كان سريع التوبة. عارف داود عمل خطية عظيمة جدا، زنى وقتل. لما جاله نثان النبي وقال له أنت هو الرجل، داود عمل إيه؟ داود تاب ورجع واعترف إنه زنى وإنه قتل. بتزني، بتقتل، بتسرق، بتعمل أي حاجة، الرب النهاردة بيقولك أنا مستعد أغفر لك، وعندي التمن والذبيحة اللي دفعتها بالنيابة عنك. ما تفضلش تايه، ما تفضلش مرفوض، ما تفضلش لوحدك. تعال للرب قول رب جاي لك، برتني في حضنك وبرجع لك لأنك أنت أبويا. شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Sail Beach California 90740. السقوط أفقد الإنسان هويته الأصلية. شفنا آدم إزاي حس بالخزي والعري لما اتفتحت عينيه وعرف أنه عريان.
شفنا ازاي قايين بقى عنده شعور بالرفض والتوهان، فقدان الهدف، وهو اللي حكم على نفسه، قال تائها وهربا أكون في الأرض، ويكون أن كل من وجدني يقتلني. ناس كتيرة قوي لو فضلنا ماشيين في الكتاب نشوف إبراهيم عنده كل حاجة، فلوس وعبيد وإماء وممتلكات، لكن يقول للرب إيه؟ أنا ماضي عقيم يا رب، أنا جيت الأرض هنا وهمشي ومفيش أي أثر، مفيش أي لجسي، مش هسيب أي أثر لحياتي على الأرض، لأن الأولاد والذرية هم دولت اللي بنورث أولادنا حياتنا، أفكارنا، ممتلكاتنا، بنبقى عايزين امتداد حياتنا بنشوفها في أولادنا. لكن إبراهيم يقول له أنا مش مثمر، أنا ما ماضي عقيم في الأرض. لكن رب يقول له لا إبراهيم، ده اللي أنت شايفه عشان نظرتك مشوهة، عشان بتبص من عدسة السقوط ومش عارف أن أنا عندي دعوة عظيمة لحياتك، عندي دعوة أنك ما تكونش بس أبرام لكن تكون إبراهيم، أب لجمهور كثير. نشوف ناس تانية مش عاجباها هويتها، ما كانش نفسها تكون اللي هي فيه دلوقتي. مثلا يعقوب، يعقوب من معنى اسمه متعقب، كان هو وعيسو توأم في بطن رفقة أمه، لكن يعقوب كان نفسه يكون مطرح عيسو. هل أنت لما تبص على حياتك وتشوف ناس حواليك بيبقى نفسك أنك ما تكونش أنت وتكون حد تاني؟ نفسك أنك تختلس، أو مش هقول لك تختلس، لكن كنت تتمنى أن أنت ما تكونش فلان وتكون فلان التاني؟ كذبة وخدعة كبيرة جدا من إبليس، إن بيفضل يورينا مقارنات بيننا وبين الناس، وأقول يا ريتني كنت فلان، يا ريتني كنت فلانة، ونبتدي نتقمص شخصيات ونقتاد بناس علشان نكون زيهم، مجرد إن أنا مش عاجبني أنا مين، وعايزة أقلد فلان وأقلد فلانة علشان الاسطمبة دي والفريم ده والوضع ده، سواء بقى له شهرة، له نفوذ، له سلطة. هل انت في حياتك كده؟ يعقوب كان نفسه يكون بكر بدل عيسو، لدرجة انه اختلس شخصية عيسو. لما يجي ابوه يقول له انت مين يا ابني، يقول له انا عيسو ابنك. ياه، للدرجة يعقوب. صح، حلو ان انت تكون عندك اشواق روحية، تكون عايز بركة من أبوك، تكون عايز بكورية من أبوك، تكون عايز إنك تكون حلو وأحسن وأفضل ما عندك، لكن اعرف إن ربنا خلقك أنت فريد جدا من نوعك، مفيش حد في الدنيا زيك. ما تحاولش تقلد حد، ما تحاولش تحط نفسك في فورمة الناس حطوها لك عشان تكون زي أي حد تاني. النهاردة ربنا بيقول لك أنا اديت لك هوية مميزة جدا، اديت لك شخصية فريدة جدا، اديت لك طباع وصفات ومواهب وإمكانيات على كل المستويات، عشان ما حدش غيرك في الدنيا كلها من آدم لغاية نهاية العالم له نفس بصمتك، له نفس صوتك، له نفس جيناتك، لو نفس طباعك، لو نفس صفاتك. انت مخلوق ليس له نظير. ربنا لما حبك خلقك متفرد في كل حاجة، خلقك على صورته هو، على شبه هو، مش على صورة حد تاني ولا شبه حد تاني. وعمرك ما هتقدر تحقق هويتك الحقيقية اللي ربنا خلقك علشانها طول ما انت رافض نفسك ونفسك تكون حد مختلف عنك. النهارده بشجعك، النهارده جاي اقولك ما تبصش للمشاعر السلبية اللي جات بسبب السقوط، لكن تعالى النهارده قول يا رب افتح عيني علشان اشوف حقيقتي فيك انت، اشوف انت ازاي
خلقتني إنسان فريد. داود يقول له كده: أحمدك لأني قد امتزت عجبا، يداك كونتاني. يا رب كل أعضائي لما كنت لسه في بطن أمي أنت رقمتها، أنت عرفتني، عرفتني من قبل ما أتولد، عرفتني من قبل ما يجري العالم. عشان كده الرب النهاردة جاي يقول لك اعرف نفسك من خلالي. مشاعر كثيرة سلبية دخلت بسبب السقوط. يمكن موسى لما الرب جه يكلمه قال له، لما قريت المقطع ده في خروج 3 كذا مرة موسى يقول له: من أنا؟ أنت بتقول لي أنا أروح أخرج الشعب، أنت عايزني أنا الهربان من فرعون وعايش في البرية برع شوية غنم، عايزني أنا اللي أروح أقول لفرعون يخرج الشعب؟ صغر النفس، أنا مسواش، أنا منفعش، أنا ما أقدرش أعمل حاجة، المهمة دي عظيمة قوي عليا، مش أنا، غيري ممكن يعملها، لكن أنا مين؟ ربنا بيقول لك آه أنت. عارف لما الرب قال لجدعون اذهب بقوتك هذه وخلص إسرائيل، ما تستهونش باللي ربنا عمله فيك، ما تستهونش باللي ربنا استودعه في حياتك. أنت نفسك ممكن تكون سبب بركة لناس كتيرة قوي قوي حواليك. ما تقولش دايما مين أنا. رب جي يقول له كده: أنت أنا عايز أبعتك. يرجع يقول له تاني: ولكن ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي، بل يقولون لم يظهر لك الرب. ما عندوش أي ثقة في نفسه، حتى رب اللي أنا واتكلمت ما حدش هيسمعني، ما حدش هيصدقني، ما حدش هياخدني جد، ما حدش هيفتكر أن أنا ممكن فعلا أعمل حاجة بالقيمة دي، بالمستوى ده، بالطريقة دي. رب النهاردة جاي يقول لك أنت هو الرجل، أنت الرجل اللي أنا حاطت عيني عليك، أنت الست اللي أنا عايز أستخدمها، أنت الشخص اللي أنا عايز أقيمه من وسط عيلتك، من وسط مجتمعك، من وسط كنيستك، من وسط القرية بتاعتك، من وسط المجتمع بتاعك، من وسط البلد بتاعتك، عشان تقف قدامي وتكون سبب بركة لكل الناس اللي حواليك. أينما كنت الرب عينه عليك. كتاب بيقول: عينا الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة من نحو. رب النهاردة بيدور على قلوب بترفع نفسها إليه وتقول: رب أنا عايزك أنت. يرجع ربنا يشجع موسى ويقول له: لأ ما تخافش، روح. قال له: بص استمع أيها السيد، لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا من أول أمس ولا من حين كلمت عبدك، بل أنا ثقيل الفم واللسان. تخيل ما ربنا بنفسه يجي يكلمك ويقول لك أنا عايزك تعمل كذا، ونفضل نتحجج: أنا مين؟ ده أنا صغير، ده أنا مسواش، ده أنا ما أنفعش. بص يا رب، لا لا لا، حتى لو أنا روحت وسمعت كلامك هما مش هيصدقوني ومش هياخدوني جد ومش هبقى مؤثر في بجد. بص يا رب، انت عايز اقول لك حاجة، انا ما بعرفش، انا لا بعرف اتكلم ولا بعرف اخدم ولا بعرف اعمل اي حاجة، وبعدين انا عندي حاجات انا عاجزة فيها قوي، ما بعرفش اتكلم وبتهته ولساني تقيل ومش صاحب كلام ولا انا لابق ولا انا مؤثر. ربنا بيقولك ما تركزش على عجزك، ما تخليش الشيطان يضخم لك عيوبك ويخفي المواهب والعطايا اللي أنا اديتها لك. بعدين يرجع يقول له إيه؟ استمعي أيها السيد، أرسل بيد من ترسل. ياه، بعد كل ده يا موسى جاي تقول للرب أرسل بيد من ترسل؟ يعني إيه؟ أنا مش دعوة يا عم، الموضوع ده كبير عليا، وبعدين في ناس أكفأ مني وفي ناس بتعرف تخدم عني وفي ناس ممكن توصل للناس دي أحسن مني مليون مرة، عندها إمكانيات. لا، ما تقولش كده أبدا، ما تقولش للرب أنا مش مسؤول، لأن ربنا حطك في موضع مسؤولية. أنت قائد، مش لازم تكون قائد دولة ولا قائد جيش ولا قائد شركة، لكن أنت قائد في بيتك. لو أنت أب أنت قائد لعيلتك، لو أنت أم أنت قائدة لأولادك، لو أنت في أي شغلانة في أي مركز وظيفي مهما على شأنه أو مهما
أقل مقداره في نظر البشر، لكن رب حطك في المكان ده بالذات عشان أنت قائد للناس اللي حواليك. لو أنت مؤمن النهاردة وليك حياة حقيقية من الرب، الرب استودع فيك إمكانيات ومواهب عايز يستثمرها، لكن طول ما أنت مش عارف أنت مين هيفضل إبليس يجذب عليك ويقولك أن أنت فاشل، أنت صغير، أنت ما تسواش، أنت مش مؤثر، أنت محدش هياخدك جد، أنت محدش هيسمع لك، أنت ما بتعرفش، أنت عاجز، أنت مشلول، أنت على كرسي بعجل، أنت نظرك ضعيف، أنت سمعك تقيل، أنت شكلك مش حلو، أنت مش بتعرف تتكلمي، أي حاجة إبليس ممكن يفشلك فيها. لكن النهاردة الرب جاي يقولك أنا حطيت نسمة حياتي فيك، أنا اديت لك إمكانيات وعايز أشوف ثمر حياتي فيك. عارفين المثل الرب اداه على السيد اللي وزع على عبيد وزنات، ادى الواحد 5 وزنات، ادى الواحد 2، ادى الواحد 1. ممكن حسب الظاهر نقول ايه، طبعا اللي عنده 5 وزنات ده عنده إمكانيات، عنده فلوس، عنده مواهب، عنده حاجات ممكن يستثمرها، فطبعا شيء طبيعي يعني انه هو يكسب ويربح 5 وزنات غيرهم. لكن كان في واحد عنده 2، واللي عنده 2 برضه تاجر وربح. لكن العبد اللي يتقال عنه انه شرير اللي كان عنده 1، يا رب يعني انت كنت عايزني اتاجر بالوزن دي؟ يقول له اه، لان دي انت ما جبتهاش منك، دي بتاعتي انا. كل حاجة في حياتك، كل امكانية جسدية نفسية عاطفية روحية، ربنا اداها لك علشان تخدمه بيها، علشان تحبه بيها. ربنا مش ممكن يطلب مننا حاجة هو ما ادهلناش قبل كده. ربنا ما يقوليش اديني حب وهو ما حبنيش. كل حاجة ربنا بيطلبها مني هي أساسا عطيته من يدك وأعطيناك، مش بس في الفلوس، في كل حاجة، الوقت، الصحة، الأولاد، الشغل، الإمكانيات، العيلة، كل حاجة، نفسك الطالع والداخل، دقات قلبك اللي بتدق، كل حاجة فيك عطية من الرب. عشان كده الرب بيقولك أنا نفسي أصنع منك إنسان عظيم وإنسان عظيمة، لأن هويتك دي ربنا هو اللي اداها لك، ونفسك ونفسه تعرف أنت مين فيه وهو مين فيك. الكتاب يقول المسيح فيكم رجاء المجد، عايز مجد في حياتك، عايز استخدام في حياتك، اعرف أنت مين وهو مين فيك. هنكمل موضوع حلقتنا في حلقات جاية عشان نعرف الهوية الحقيقية ليك وليكي، ربنا يشكلك وتكون انت لؤلؤته الثمينة. الى اللقاء.